بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، مع حضراتكم الأستاذ حسام عبد العزيز، مدرس التاريخ للثانوية العامة والأزهرية. النهاردة إن شاء الله وبإذنه تعالى هنبدأ مراجعة الثانوية العامة الفصول من الفصل الأول إلى الفصل الرابع، المراجعة النهائية. ولكن أعزائي الطلبة، لابد أن احنا ننوه على أهم الأسئلة من الفصل الأول للفصل الرابع. قبل ما أبدأ المراجعة لازم أنوه وأشير إلى أهم الأسئلة اللي وردت في امتحانات الثانوية العامة السابقة. في ناس بتشتكي كتير من امتحان التاريخ، وطبعا الناس كلها بتخاف من امتحان التاريخ والأسئلة الغير مباشرة والأسئلة اللي هي من استنتاجات الطالب. لابد ان احنا نتعامل كيفية التعامل مع هذه الأسئلة النهاردة وبإذن الله تعالى. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، لابد ان احنا نتغلب على صعوبة امتحان التاريخ او منهج التاريخ. اولا لابد ان نتبع بعض الارشادات قبل ما نبدأ في المراجعة. اهم شيء نبدأ في الارشادات العامة ازاي اتعامل مع منهج التاريخ. اولا لابد أن أفهم كل جزئية، كل جزئية المدرس بتاعي بيشرحها، كل جزئية الكتاب يبدأ فيها أو بدأ ينوه عليها، لابد أن أنا أفهمها الأول. أفهمها، مش فاهم من أستاذي لازم أقول له الرقم دي إيه، السؤال دي إيه، الفقرة دي إيه بالضبط. يبقى أولا أول معلومة أو أول ملحوظة لابد على الطالب أن يتبعها في المراجعة النهائية أو من بداية دراسة التاريخ. أولا الفهم، ثانيا الحفظ. لابد الامتحان آخر السنة بيجي جزئية حفظ مباشر بما تفسر مجيء الحملة الفرنسية، تعتبر تولية محمد علي حدثا تاريخيا هاما، أسئلة مباشرة موجودة في الكتاب، موجودة في الملزمة، موجودة في المذكرة، في أي مكان أسئلة مباشرة. يبقى 40% من الامتحان الثانوية العامة بيعتمد على الأسئلة المباشرة. طيب والأسئلة الغير مباشرة هي دي اللي بتميز الطالب المتفوق عن الطالب اللي هو عاوز ينجح بس. طالب النهاية ليه عقلية خاصة، ليه تعامل خاص. يبقى أولا لازم يحفظ، لازم أفهم أول حاجة، تاني حاجة لازم أحفظ عشان أتغلب على الأسئلة المباشرة، ثالثا لازم يكون عندي بعد نظر علشان أتعامل مع الأسئلة اللي هي ما استنتاجاتك، ما رأيك، ما مقترحاتك، ما تقييمك. لابد أن أنا أفهمها لأنها متوقفة على فكر ورأي الطالب. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الأول. عاوزين في المراجعة النهائية ديت كل الأسئلة المباشرة الطلبة حافظينها، ولكن احنا في المراجعة ديت لابد أن احنا ننوه على الأسئلة اللي هي غير مباشرة، والطالب لازم يركز معايا ويحفظ معايا ويتعامل مع الأسئلة. حتى الأسئلة بتاعتي اللي أنا هقولها النهاردة ما فيهاش الأسئلة، يعني لو في صيغة تانية للسؤال ممكن تيجي في الامتحان، يبقى أنت عارف السؤال هنا بيتكلم عن إيه. نبدأ بالسؤال الأول. السؤال الأول بيقول لي ما النتائج المترتبة على مشاركة المصريين في الدواوين التي أنشأتها الحملة الفرنسية. أولاً نابليون عمل مجموعة من الدواوين وأشرك المصريين فيها. السؤال بيقول لي ما النتائج المترتبة على إنشاء أو على مشاركة المصريين في الدواوين التي أنشأها مين؟ أنشأها نابليون. أولا المصريين اتدربوا على نظام الشورى، اتدربوا على نظام مجالس الشورى فيما يعود عليهم بالنفع في مجالات الضرائب والملكية العقارية والميراث. دي أول نقطة، تدريب المصريين على نظام مجالس الشورى فيما يعود عليهم بالنفع في مجالات الميراث والملكية والضرائب. ثانيا فكرة الدواوين نبهت المصريين إلى ضرورة المشاركة في الحكم ومقاومة الحكم المطلق المستبد. السؤال الثاني، ما النتائج المترتبة على نظام الطوائف الحرفية في مصر قبيل مجيء الحملة الفرنسية؟ نظام طوائف الحرف. اولا علشان نتكلم على نظام طوائف الحرف، الصناعة في مصر قبل مجيء الحملة الفرنسية كانت متدهورة. الصناعة لماذا؟
لأنها الدليل على ذلك أنها متدهورة، كانت يدوية بسيطة لم تصل إلى الآلية. النقطة الثانية، كان الصناع ينتظمون في نظام طوائف تحت قيادة شيخ الطائفة، كان أصحاب كل حرفة ينتظمون في طائفة، هذه الطوائف تمثل همزة وصل مع الحكومة ومع الشعب من حيث جمع الضرائب والإشراف على الإنتاج، وكان لكل فرد مكانته في المجتمع تحت قيادة شيخ الطائفة. يبقى السؤال لما يجي لك في الامتحان، ما النتائج المترتبة على وجود طوائف الحرف الصناعية؟ هذه الطوائف كانت همزة وصل مع الحكومة والشعب من حيث الإشراف على الإنتاج وجمع الضرائب. السؤال الثالث، ما أهداف نابليون من غزو مصر؟ يبقى أنت كطالب ممكن حافظ بما تفسر مجيء الحملة الفرنسية، لماذا جاءت الحملة الفرنسية، ما عوامل قدوم الحملة الفرنسية. في نفس الإجابة رقمين بيقول لك ما أهداف نابليون من غزو مصر. طب تعالى ما نشوف إيه أسباب أو إيه عوامل قيام الحملة الفرنسية، عوامل قدوم الحملة الفرنسية، بما تفسر مجيء الحملة الفرنسية. يبقى الطالب لازم تسجل عندك وانت بتذاكر فوق كل رأس سؤال السؤال اللي هو نفس الصيغة. ازاي؟ عندك في أول بيبدأ الكتاب أو بتبدأ الملزمة أو المذكرة بتقول ما عوامل قدوم الحملة الفرنسية، ما عوامل قدوم الحملة الفرنسية. سؤال تاني، بما تفسر مجيء الحملة الفرنسية. سؤال تالت، ما أهداف نابليون من غزو مصر. أولا أسباب مجيء الحملة الفرنسية أو عوامل قدوم الحملة الفرنسية بيبدأ بها المنهج، لازم تعرف التنافس الاستعماري بين انجلترا وفرنسا. هذا التنافس بدأ أعزائي الطلبة في القرن السابع عشر واستمر طوال القرن الثامن عشر. رقم اتنين، رغبة فرنسا في تأمين طرق مواصلتها إلى الهند. رقم ثلاثة، قيام الثورة الفرنسية في 1789 كأول ثورة اجتماعية. يبقى الثورة سبب من أسباب الحملة، ونتكلم في سؤال تاني على العلاقة بين الثورة والحملة. رقم أربعة، رغبة فرنسا في توجيه ضربة عسكرية لإنجلترا في عقر دارها، ولكن تفوق الأسطول الإنجليزي حال دون ذلك. تفوق الأسطول الإنجليزي منحهم، إنجلترا بتتمتع بأسطول بحري قوي، أقوى أسطول في العالم، وموقعها الجغرافي المنعزل. لذلك فكر نابليون، هو دي السؤال اللي عاوز أهداف نابليون من غزو مصر، رغبة فرنسا أو رغبة نابليون في توجيه ضربة عسكرية إلى إنجلترا خارج أراضيها عن طريق غزو مصر. أربعة، رغبة فرنسا في تقويض أو رغبتها في هدم الإمبراطورية البريطانية في الشرق وإقامة إمبراطورية فرنسية بدلا منها. السؤال اللي بعده بيقول لي أظهرت الحملة الفرنسية، وسؤال في غاية الأهمية ورد في امتحان الثانوية العامة قبل كده. السؤال بيقول لي ما أظهرت الحملة الفرنسية أهمية التضامن العربي في مواجهة الحملة الفرنسية. أظهرت الحملة الفرنسية، طيب أنا عاوز أتعامل أعزائي الطلبة مع هذه الأسئلة. مفيش حاجة في المنهج اسمها أظهرت أو فيها تضامن عربي مباشر ورا بعضه، ودي النقطة اللي معظم الطلبة ما بتعرفش يتجاوب في الامتحان، وبتقول امتحان التاريخ صعب. احنا عاوزين النهاردة مع بعض من احنا هنراجع كل الأسئلة المهمة من الفصل الأول للفصل الرابع. ثانيا، في آخر الفيديو هتلاقي عندك لايك أو هتلاقي عندك مثلا لينك، اضغط عليه هتجي لك المذاكرة نظام سينو جيم من أول الفصل الأول عند الفصل الرابع، هننزلها وهننوه لها إن شاء الله. ولكن احنا النهاردة بنراجع أهم الأسئلة اللي بتوقف أي طالب في الامتحان، ما بتخليهوش يعرف يفكر خالص، وهي دي اللي مصعبة مادة التاريخ. النهاردة مش هنقول كل الأسئلة بالتفصيل، ولكن احنا بنقول الأسئلة اللي هي اللافة وبتوسع فكرك وبتوسع إدراكك إن إزاي تتعامل مع أسئلة شبيهة للأسئلة دي. زي إيه؟ أظهرت الحملة الفرنسية أهمية التضامن العربي في مواجهة الحملة الفرنسية. فين تضامن عربي؟ مفيش في المنهج. الطالب يستصعب، مش موجودة، مش هجيب مجموع، ولكن بالراحة كده لازم أتعامل مع الأسئلة ديت الفكر. فين تضامن عربي؟ في نقطتين في المنهج تدل على تضامن العرب مع الشعب المصري في مواجهة الحملة الفرنسية. رقم واحد، قوات أو مساعدات جاءت من عرب شبه الجزيرة العربية
لمساعدة أهل الصعيد عرب، يبقى دي أهمية التضامن العربي. المساعدات والنجدات أو قوات جاءت من عرب شبه الجزيرة العربية لمساعدة أهل الصعيد. تاني نقطة في آخر الفصل، استطاع سليمان الحلبي وهو أحد طلاب الأزهر السوري قتل كليبر قائد الحملة الفرنسية. السؤال اللي بعده بيقول لي، اضطرت التحالفات الدولية نابليون إلى الخروج من مصر أكثر من مرة. سؤال مهم مهم مهم، فين؟ مش موجود في المنهج، مش موجود في الفصل. تحرر من الأسئلة المباشرة، لازم الأسئلة المباشرة أنا هعملها لك على المذكرة ملزمة هتنزل في آخر الفيديو إن شاء الله، ولكن الأسئلة اللافة ديت لابد أنك تمسك القلم ورايا وتكتب الأسئلة ديت في مكانها أو في كشكول. لو عرفت الأسئلة دي كويس هتعرف تتعامل مع امتحان الثانوية العامة. السؤال بيقول، اضطرت التحالفات الدولية نابليون إلى الخروج من مصر أكثر من مرة، فين المنطقة ديت؟ يلا نفكر، فين التحالفات الدولية اللي خلت نابليون يطلع من مصر أكثر من مرة؟ أعزائي الطلبة، أول نقطة، تحالفت الدولة العثمانية مع إنجلترا وروسيا لإخراج الحملة الفرنسية من مصر بالقوة عن طريق إرسال حملتين، الأولى برية من الشام والثانية بحرية من الإسكندرية. نابليون لما علم بهذا المخطط، إن الدولة العثمانية وإنجلترا وروسيا عاوزين يبعتوا له حملتين لإخراجه من مصر، اضطر غصب عنه إن هو يطلع يقابلهم في بلاد الشام قبل ما حملتهم توصل، الحملة البرية توصل إلى القاهرة. يبقى واحد، أول تحالف ضد نابليون خلاه يطلع من مصر يروح الشام، تحالفت الدولة العثمانية مع إنجلترا وروسيا لإخراج الحملة الفرنسية من مصر بالقوة عن طريق إرسال حملتين، الأولى برية من الشام والثانية بحرية من الإسكندرية. النقطة الثانية مش موجودة ورا بعض طبعا، لابد أن تركز وتجمع أفكارك. النقطة الثانية، تحالفات النمسا في أوروبا ضد حكومة الإدارة، لذلك نابليون بعد موقعة أبو قير البرية اضطر نابليون أن يغادر مصر ويترك قيادة الحملة لمين؟ لكليبر. طب راح ليه نابليون؟ إيه اللي خلاه يطلع؟ تحالفات النمسا وحلفائها. يبقى رقم اتنين هقول له، علم نابليون بالمتاعب التي تواجهها حكومة الإدارة في فرنسا مع النمسا وحلفائها تاركا قيادة الحملة إلى كليبر. يبقى دي تاني تحالف خلى نابليون يطلع من مصر. السؤال تاني، اضطرت التحالفات الدولية نابليون إلى الخروج من مصر أكثر من مرة. السؤال اللي بعده بيقول لي، لم تكن الحملة الفرنسية على مصر وليدة العصر الحديث، دلل. سؤال تاني، لم تكن الحملة اللي جت على مصر 1798 وليدة العصر الحديث. طب سؤال تاني بنفس الصيغة، لم تكن الحملة الفرنسية على مصر وليدة الثورة الفرنسية. طب سؤال تالت، لم تكن الحملة الفرنسية على مصر أولى محاولات فرنسا لغزو مصر في العصر الحديث. يعني فرنسا بتفكر تبعت حملة لمصر منين؟ من زمان. طب من امتى يا مستر؟ من القرن ال17 في عهد لويس ال14. يبقى في عهد واحد، في عهد لويس ال14 او ال14 فكرت فرنسا في ارسال حملة الى مصر لضرب التجارة الهولندية في الهند المرة عن طريق مصر. رقم اتنين، الفكرة اتجددت في عهد لويس ال15 طبعا في القرن ال18 عن طريق تنازل الدولة العثمانية عن مصر لفرنسا. رقم ثلاثة، في عهد لويس ال16 فكرت فرنسا في احتلال مصر أو إرسال حملة عسكرية لمصر لتسهيل تجارتها إلى شرق آسيا عن طريق مصر بدلا من الدوران حول أفريقيا أو حول رأس الرجاء الصالح. المحاولة الرابعة، بعد الثورة الفرنسية فكرت فرنسا في احتلال مصر لتأمين تجارتها من خطر المماليك. السؤال اللي بعده، ما العلاقة بين الثورة الفرنسية والحملة الفرنسية؟ سؤال، ما العلاقة بلخبط أي طالب؟ بقول لك إيه العلاقة؟ ودايما لما بتبص للسؤال من أول مرة تحس إن أطراف السؤال ما لهمش علاقة ببعض. طب أنا عاوز أتغلب على المشكلة دي، أتغلب عليها إزاي؟
أول سؤال عملي معانا العلاقة بين الثورة الفرنسية والحملة الفرنسية. طب سؤال هجيبه لك بطريقة تانية نفس الإجابة، ما العلاقة بين الأحوال السياسية في أوروبا ومجيء الحملة الفرنسية لمصر؟ إيه العلاقة بينهم؟ لازم أعرف إيه اللي بيحصل في أوروبا. أوروبا قامت فيها ثورة فرنسية، ودي أول ثورة اجتماعية قادها أبناء الطبقة الوسطى بالتحالف مع الطبقة العامة، ونجحت هذه الثورة في القضاء على النظام الملكي الإقطاعي وإلغاء الملكية في فرنسا وإعلان الجمهورية. طيب ملوك أوروبا مبسوطين من الثورة الفرنسية؟ طبعا لا. أمال إيه؟ أدرك ملوك أوروبا، دي الإجابة، أدرك ملوك أوروبا خطر الثورة الفرنسية على عروشهم، فتحالفوا للقضاء على الثورة الفرنسية. لماذا؟ حتى لا تتسرب مبادئ الثورة الفرنسية خارج حدود فرنسا. طبعا انجلترا مثلت عنصرا هاما في هذا التحالف، وشنت اي قامت بعدة حروب على فرنسا، ولكن فرنسا انتصرت على هذا التحالف. لذلك رقم ثلاثة، قررت فرنسا ارسال حملة عسكرية لضرب انجلترا في عقر دارها. انجلترا في انجلترا، ولكن تفوق الاسطول الانجليزي حال دون ذلك. لذلك فكرت فرنسا في ارسال حملة عسكرية، ودي نابليون اللي فكر في النقطة دي، فكر في ارسال حملة عسكرية لضرب انجلترا خارج اراضيها عن طريق غزو مصر، عن طريق احتلال مصر. اذا في علاقة ما بين الثورة الفرنسية والحملة الفرنسية، او في علاقة بين الاحداث في اوروبا قبل مجيء الحملة الفرنسية ومجيء الحملة الفرنسية الى ايه؟ الى مصر. لو قسنا الاسئلة على نفس السؤال ده هنحل سؤال ما العلاقة اللي هو بيوقف أي طالب في الثانوية العامة. طيب نشوف السؤال اللي بعده، نشوف هنعرف نفكر فيه ولا لا. ما العلاقة بين الكشوف الجغرافية والأوضاع الاقتصادية في مصر قبل مجيء الحملة الفرنسية؟ سؤال غريب، إيه العلاقة بين الكشوف الجغرافية؟ طب أنت هتفكر إزاي؟ هتقول إيه؟ في الكشوف الجغرافية في المنهج؟ في لقطة واحدة بس ركز فيها الكشوف الجغرافية. ايه هي؟ تحول طريق التجارة بين الشرق والغرب الى رأس الرجاء الصالح. ايه اللي هيحصل؟ تدهورت التجارة الخارجية. ايه اللي هيحصل؟ اقتصرت التجارة على البحر المتوسط وبعض بلاد العرب واليمن والسودان، كانت قاصرة. ايه اللي هيحصل؟ طبعا الهدايا والضرائب اللي كانت ترسل للسلطان العثماني. يبقى اذا تحول طريق التجارة بين الشرق والغرب إلى طريق رأس الرجاء الصالح هيؤدي إلى تدهور التجارة في مصر. وطالما التجارة دهورت في مصر إيه اللي هيحصل؟ هتتدهور الأوضاع الاقتصادية، وسيطر الأجانب على التجارة في مصر بفضل تنظيمهم والامتيازات التجارية التي تمتعوا بها. يبقى في علاقة فعلا بين الكشوف الجغرافية وبين الأوضاع الاقتصادية في مصر. العملية بسيطة خالص. طيب نجرب كمان سؤال، ما العلاقة بين روسيا والأوضاع السياسية في مصر؟ تاني ما العلاقة بين روسيا والأوضاع السياسية في مصر؟ ركز كده، روسيا وردت في الفصل ده حوالي مرتين. مرة لما تحالفت مع إنجلترا ومع الدولة العثمانية عشان تخرج الحملة الفرنسية من مصر. يبقى ممكن أسألك سؤال تاني، ما العلاقة؟ ما العلاقة بين روسيا وقيام نابليون بحملته على بلاد الشام؟ هقول له تحالفت روسيا مع انجلترا والدوله العثمانيه. شايف السؤال بيجي ازاي؟ ايه العلاقه بين روسيا وقيام نابليون بحملته لبلاد الشام؟ طب النهارده بيقول لي ما العلاقه بين روسيا والاوضاع السياسيه في مصر قبل ما جه الحمله الفرنسيه؟ ايه العلاقه؟ مخك لازم يروح الى حركه علي بك الكبير الاستقلاليه او الانفصاليه. علي بك الكبير تولى منصب شيخ البلد، واستغل الحرب ما بين روسيا والدولة العثمانية هناك في أوروبا، وتطلع إلى الانفراد بحكم مصر، حيث قام بالآتي: عزل الوالي العثماني ومنع قدوم غيره، ضرب النقود باسمه، امتنع عن دفع الخراج، ودي مبلغ من المال كل ولاية بتبعته للسلطان العثماني، أرسل نائبه محمد أبو الدهب لغزو بلاد الشام ونجح في دخول دمشق، أخضع الحجاز لنفوذه. إذن في علاقة بين روسيا حروبها مع الدولة العثمانية، علي بك الكبير استغل الحرب ما بين روسيا والدولة العثمانية وأعلن استقلاله
بحكم مصر، وطبعا حركته فشلت علشان خاطر خيانة محمد أبو دهب، حيث اتفقت الدولة العثمانية مع محمد أبو دهب على قتل سيده علي بك الكبير مقابل تولية منصب شيخ البلد. من ضمن الأسئلة برضو القارن بين، دايما في الامتحان بيجيب لي قارن بين من فصل وفصل مختلف. على سبيل المثال بيقول لي قارن بين معاهدة العريش ومعاهدة 36 بين مصر وبريطانيا، قارن بين معاهدة العريش يناير 1800 ومعاهدة عام 1936 بين مصر وبريطانيا، دي في الفصل الرابع. شوف، يبقى أنا عاوز منك حاجة مهمة جدا 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 تعملها في اليومين دول. ايه هما؟ ايه الحاجة دي؟ لازم معاك كشكول تجمع فيه كل المعاهدات. مثلا في الفصل الاول معاهدة العريش، اروح كاتب معاهدة العريش، ايه اسبابها؟ مين اطرافها؟ ايه نصوصها؟ ايه نتائجها؟ طيب وانت ماشي كده قابلك معاهدة مثلا بلط الليمان اللي هي نصت على الغاء الاحتكار بين مصر وبريطانيا. طيب وانت ماشي قابلك مثلا معاهدة لندن عام 1840، وانت ماشي قابلك مثلا معاهدة 1936 بين مصر وبريطانيا بيسموها معاهدة التحالف والصداقة. طيب تعالى النهاردة بنشوف معاهدة العريش. معاهدة العريش يناير 1800، يبقى لازم لو انا جمعت المعاهدات والمؤتمرات حضمن سؤال في الامتحان، قارن بين ما النتائج المترتبة على صح وغلط، دي كله بيجيبه في المؤتمرات والايه والمعاهدات. معاهدة العريش يناير 1800 ممكن يجيب لي في اسبابها ايه؟ اسبابها ايه؟ ده اول سؤال، بما تفسر توقيع معاهدة العريش. تاني سؤال فيها لم يكن كليبر من انصار البقاء، ايه دليلك؟ بعد رحيل نابليون لم يسر كليبر بتوكيل نابليون له قيادة الحملة. ليه؟ نابليون كليبر بعد ما نابليون مشي ماسك قيادة الحملة حس ان عدد الجيش الفرنسي بدأ يتناقص، فبدأ يخاف تناقص عدد الجيش الفرنسي. مواصلة الدولة العثمانية حملتها ضد الحملة الفرنسية، تجدد ثورات المصريين ومقاومة المماليك، لذلك كليبر طلب من السلطان العثماني عقد معاهدة العريش يناير 1800. الأطراف الدولة العثمانية وكليبر وكان معاهم قائد الأسطول الإنجليزي في البحر المتوسط. طب نصت على إيه؟ أعرف كل حاجة على المعاهدة عشان لو قال لي النصوص، من حيث النصوص قارن من حيث النتائج يبقى أنا مستعد. نصت عليه خروج الحملة الفرنسية بكامل أسلحتها على نفقة الدولة العثمانية، لأن الأسطول الفرنسي اتدمر في موقعة أبو قير البحرية على يد الأسطول الإنجليزي بقيادة نيلسون. فكليبر بيطلب من السلطان أنه يطلع من مصر على نفقة الدولة العثمانية. طبعا إنجلترا تدخلت، ودي سبب فشل معاهدة العريش ونتائجها. اعترضت إنجلترا وطالبت بأن تخرج الحملة الفرنسية كأسرى حرب، فرفض كليبر. بدأ كليبر يهاجم القوات العثمانية وطردها للشام. رقم ثلاثة، قيام ثورة القاهرة الثانية. السؤال اللي بعده، قارن بين القضاء في عصر أو في عهد نابليون والقضاء في عصر مينو. طيب يا مستر، دي سؤال ورا بعضه، قارن بالقضاء في عصر نابليون والقضاء في عصر مينو، ممكن يجيب لي ايه؟ قارن بين القضاء في عصر نابليون والقضاء في عصر محمد علي. طيب قارن بين القضاء في عصر مينو والقضاء في عصر سعيد. نمسك نابليون. بعد عودة نابليون من الشام، بعد لما رجع من عكا، أجرى تغييرا في مجال القضاء الشرعي، حيث جعل المصريون يتولونه عن طريق الانتخابات بدلا من القضاء الأتراك. يعني شال القضاء الأتراك وجاب مكانهم قضاء مين؟ مصريين. رقم 2، حدد نابليون رسوم التقاضي بواقع 2% من قيمة المتنازع عليه بعد أن كانت متروكة للأهواء. طبعا 2 بتشاكلوا مع بعض على قطعة أرض على بيت، يروح المحكمة يدفعوا 2% من قيمة المتنازع عليه، من قيمة البيت، من قيمة الأرض. طيب تعال ما نروح للقضاء في عصر مينو. رفض مينو مبدأ الدية وترك الأمر للقضاء. رفض مينو مبدأ الدية وترك الأمر للقضاء. حدد أو قرر مينو إنشاء محكمة لكل طائفة في مصر. عمل محكمة للقبط، عمل محكمة لليهود، عمل محكمة للشوام، عمل محكمة للأقباط. دي القضاء في عصر نابليون وقضاء في عصر إيه؟ مينو. السؤال اللي بعده،
قارن بين الزراعة في مصر قبل مجيء الحملة الفرنسية والزراعة في مصر في عهد الحملة الفرنسية. ممكن يجيب لي سؤال قارن بين الزراعة في مصر قبل مجيء الحملة الفرنسية والزراعة في عهد محمد علي؟ في عهد مين؟ في عهد محمد علي. أو قارن بين الزراعة في مصر في عهد محمد علي والزراعة في مصر بعد قيام ثورة 23 يوليو. يبقى ممكن يجيب لي سؤال الزراعة، يبقى أنا مفروض تاني ملحوظة أو رابع ملحوظة من كلامها النهاردة بقول لازم نجمع، أكتب في كشكولي الزراعة في عهد الحملة قبل ما يجي الحملة الفرنسية، الزراعة في عهد الحملة الفرنسية، الزراعة في عهد محمد علي أيام الاحتكار، الزراعة بعد سقوط الاحتكار، الزراعة في عهد الاحتلال البريطاني، الزراعة بعد قيام ثورة 23 يوليو. يبقى أنا لو جمعت زراعة، وهكذا الحال في الصناعة في التجارة، يبقى أنا ضمنت كمية كبيرة من المنهج كاتبهم معايا. عاوز يقارن بين زراعة هنا وزراعة هنا، أنا مستعد. طيب إزار الزراعة في عصر محمد علي، يبقى أنا مستعد. طيب الزراعة كانت متدهورة في قبل ما جه الحملة الفرنسية، يبقى أنا مستعد. يبقى واحد أول حاجة، ليه الزراعة كانت متدهورة قبل ما جه الحملة الفرنسية؟ إحنا بنقارن بين الزراعة في مصر قبل ما جه الحملة الفرنسية، يعني في العهد العثماني. اوعى تنسى قبل ما جه الحملة الفرنسية، يعني ممكن أقول لك قارن بين الزراعة في العهد العثماني والزراعة في عهد الحملة الفرنسية. كانت الزراعة متدهورة، لماذا؟ كانت الأرض ملكا للدولة العثمانية، مش ملك للفلاح. الأرض ملك للسلطان العثماني، بيزرعها الفلاح في مقابل دفع ضريبة. بعد لما بيسدد الضرائب بينتفع من الباقي. حتى ممكن يسألك على حق الانتفاع، أقول له كانت الأرض ملكا للدولة ممثلة في السلطان، بعد أن يدفع الفلاح الضرائب المقررة أو تسديد الضرائب المقررة. طيب إيه اللي دمر الزراعة تاني؟ ها؟ في واحد بيقول لي النظام الالتزام. أيوة نظام الالتزام، واحد بيتولى دفع ضرائب المقررة على ناحية أو عدة نواحي للسلطان، وثم يجمعها من الفلاحين أضعافا مضاعفة، وطبعا السلطان بيديله أرض معافاة من الضرائب تسمى الوسية. ما أثر الالتزام على الزراعة؟ هو دي اللي دمر الزراعة. طبعا إهمال الفلاح أمور الزراعة. الفلاح ما بياخدش حاجة من الأرض، بيدفع معظم الأموال بتاعته ضرائب. إهمال الفلاح أمور الزراعة، إهمال الدولة مشاريع الري وإقامة الجسور لإتقاء الفيضان وحفظ الأمن. الزراعة كانت متدهورة قبل ما جه الحملة الفرنسية. طب نروح للزراعة في عهد الحملة الفرنسية. طبعا علماء الحملة الفرنسية قاموا بدراسة مجرى نهر النيل وفحص الجسور والقنوات. رقم 2، أجريت تجربة لزراعة البن وقصب السكر. 3، إنشاء حديقة لزراعة النباتات المجلوبة من فرنسا، اللي هي جاية من فرنسا زي التفاح والخوخ والمشمش والكمثرى. تم تخصيص جزءا من الأراضي المصرية لإنتاج الغلات التي تحتاجها فرنسا. فرنسا محتاجة قمح، يخصصوا حتى أو قطعة من الأرض المصرية التابعة للدولة لإنتاج القمح اللي عاوزاه فرنسا. وبعد كده برضك الحملة الفرنسية عملت أنشأت حديقة لزراعة النباتات المجلوبة من فرنسا، وبدأت تهتم بالمحاصيل التقليدية الرئيسية المصرية مثل القمح والأرز والذرة. لذلك انتعشت الزراعة في عهد الحملة الفرنسية. يبقى أنا استفدت النهاردة لازم أعمل مقارنات بنفسي بين الزراعة قبل ما جه الحملة وفي عهد الحملة وفي عهد محمد علي. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي تتبع تتبع موقف انجلترا من الحملة الفرنسية في مصر. واحد بيقول لي ما فيش سؤال اسمه تتبع، هيقولك ما موقف انجلترا من الحملة الفرنسية في مصر. طيب هل في سؤال في الفصل او في الملزمة بتاعتك بيقول ما موقف انجلترا من الحملة في مصر؟ طبعا لا، ودي السؤال اللي بيصعب عليك الموقف. انت عاوز سؤال مباشر، السؤال والإجابة تحته. لا، لازم اتغير اسلوبك، لازم تغير طريقتك في المذاكرة. ازاي؟ يبقى بيقول لي ايه موقف انجلترا؟ فين؟ افتكر امرر خط سير الحملة على دماغي، يعني او على الذاكرة، هلاقي ايه؟ اول حاجة عملتها انجلترا استطاع الاسطول الانجليزي قيادة نيلسون تدمير الاسطول الفرنسي في ابو قير البحرية. دي نقطة أولى. لذلك تدمير الاسطول الفرنسي في ابو قير البحرية أدى إلى انقطاع الصلة
فقدت فرنسا سيطرتها على حدود البحر المتوسط، ضاع امال فرنسا، انقضى على امال فرنسا، ما فيش امدادات جايه لهم من فرنسا لمصر، او في حتى عارف يطلع من مصر يروح فرنسا. يبقى تدمير الاسطول الفرنسي في ابو قير البحريه. تاني حاجه، انجلترا ارسلت او ساعدت اهالي عكا بالذخائر ضد الحمله الفرنسيه. تالت حاجه، انجلترا افسدت او عملت على افشال معاهده العريش. رابع حاجه، ارسلت انجلترا اسطولها في فبراير 1801 لاخراج الحمله من مصر. السؤال اللي بعده، ممكن يبدل السؤال ويقول لي بدل ما موقف انجلترا من الحمله الفرنسيه، ممكن يقول لي مثلا ما موقف الدوله العثمانيه من اخراج الحمله الفرنسيه من مصر. انت داخل الامتحان مركز على ايه؟ مركز على موقف انجلترا. المستر قال لك، استاذك قال لك موقف انجلترا حفظته؟ اه. طب ممكن يبدل السؤال يقول لي موقف الدوله العثمانيه، افتكر انجلترا عملت ايه على مدار الفصل. ثانيا افتكر مين موقف الدوله العثمانيه. اول حاجه عملتها الحمله او الدوله العثمانيه، تحالفت مع انجلترا وروسيا عن طريق ارسال حملتين، الاولى للشام والثانيه للاسكندريه. تاني حاجة، الدولة العثمانية عملت معاهدة العريش مع كليبر. تالت حاجة، الدولة العثمانية واصلت حملاتها إلى الحملة الفرنسية في مصر في عصر كليبر. رابع حاجة، إن الدولة العثمانية اشتركت مع إنجلترا في إخراج الحملة الفرنسية منين؟ من مصر. طيب ممكن أغير السؤال؟ ما موقف المصريين؟ ما موقف المماليك؟ طب أقول له موقف المصريين؟ أول حاجة هقول له مقاومة أهل الإسكندرية. بقيادة مين؟ ها؟ محمد كرايم. في ناس فاكرة بتقول في محمد كرايم. طيب في ناس بتردد معايا. يبقى واحد، مقاومة أهل الإسكندرية بقيادة السيد محمد كرايم اللي نابليون ألقى القبض عليه وقتله رميا برصاص. تاني حاجة، المصريين قاموا بمقاومة أهل الصعيد اللي استمرت تقريبا 10 شهور. تالت حاجة، ثورة القاهرة الأولى. رابع حاجة، ثورة القاهرة الثانية، تجدد ثوراتهم ضد الحملة الفرنسية. طب ايه موقف المماليك؟ في ناس بتقول ايه؟ شبراخيت. برافو، موقعة شبراخيت بين نابليون وبين المماليك. موقعة امبابة، تمام. مقاومة اهل الصعيد، تمام. مقاومتهم للحملة الفرنسية ايام كليبر، ماشي. اخر حاجة، اشترك زعماء المماليك مع الاسطول الانجليزي اللي ارسلته انجلترا الى ابو خير في فبراير 1801. السؤال اللي بعده، بما تفسر اختلفت رؤية نابليون وكليبر في البقاء في مصر؟ ما في سؤال في الفصل اسمه اختلفت رؤية نابليون وكليبر في البقاء في مصر. طب فين اعرف فكرة مين؟ فكرة نابليون، فكرة كليبر ومينو؟ فكرة كليبر ومينو، اختلفت رؤية كليبر ومينو في البقاء في مصر. طبعا كليبر ماله؟ لم يكن من انصار البقاء عشان تناقص اعداد الجيش الفرنسي و و و وتجدد ثورات المصريين. طب مينو كان من انصار البقاء؟ في دليل؟ طبعا مينو اراد ان يحول مصر الى مستعمره فرنسيه نموذجيه، ووضع خطه اصلاحيه في الزراعه والصناعه والتجاره والقضاء والصحه، واعلن اسلامه وتزوج من مصريه. يبقى كليبر لم يكن من انصار البقاء، مينو كان من انصار البقاء. يبقى اختلفت رؤيه، شوف التلاعب بالالفاظ، اختلفت رؤيه فكر كليبر ومينو في البقاء فين؟ في مصر. تمام. السؤال اللي بعده، وضح سياسه نابليون تجاه المصريين والى اي مدى التزم فعلا بما قاله. نابليون عاوز يوطد يعني يثبت سيطره فرنسا في مصر، فعمل على اكتزاب المصريين الى صفه، وذلك أنه أقنعهم، حاول إقناعهم بأنه جاء ليخلص المصريين من المماليك الذين يظلمون أهلها ويستنزفون موارد البلاد. قال للمصريين أنا جاي أخلصكم من ظلم المماليك. ثانيا، وعد المصريين بإقامة حكومة أهلية يكون فيها الحكم للمصريين. طيب هل نابليون التزم بما قاله؟ لا. أول تناقض عمله نابليون قتل محمد كرايم. ثانيا، نابليون دخل جامع الازهر بخيوله لتصفيه الثوره. يبقى نابليون لا يلتزم. حتى لو سالك في الامتحان ما رايك فيما فعله نابليون في دخوله في جامع الازهر بخيوله، هقول له هذا عمل غير صحيح. ما تحترش في ما رايك،
هذا عمل، هذا خطأ، هذه سياسة خاطئة تتنافى مع مبادئ الثورة الفرنسية، الحرية والإخاء والمساواة. ما فعله نابليون يتنافى مع مبادئ الدين المسيحي، التسامح والمحبة وغيره. يبقى ما تخافش، قول رأيك، لأن أي رأي هتاخد الدرجة عليه، بس عبر عن رأيك. السؤال اللي بعده، حدد التناقض بين موقف محمد أبو الدهب من حركة علي بك الكبير وموقف أحمد باشا الجزار من حملة نابليون على عك. في تناقض طبعا، محمد أبو الدهب خان سيده علي بك الكبير، اتفق مع الدولة العثمانية على قتل سيده علي بك الكبير مقابل تولية منصب شيخ البلد. يبقى محمد أبو الدهب طمع في منصب شيخ البلد فقتل سيده علي بك الكبير، ولكن أحمد باشا الجزار دافع بقوة واستبسال من أجل الدفاع عن عن عكا. يبقى أحمد باشا الجزار رجل وطني وعمل ونجح في صد حملة نابليون على بلاد الشام. شوف التناقض، ما خافش، دي عمل ايه ودي عمل ايه. طيب نشوف فصل الثاني، فصل محمد علي، ودي اطول فصل في التاريخ والطلبة بتمل منه. عاوزين نشوف ايه الاسئلة اللي ممكن توقف الطالب في الفصل بتاع محمد علي. اولا محمد علي او من اول للرابع انا نزلت نظام سين وجيم، هيكون في ملزمة تحت الفيديو على طول مباشرة، هتبدأ انت تحفظ من اول سين وجيم بالترتيب، سؤال وكذا صيغة للسؤال. السؤال بيجي اربع صيغ، اربع اشكال مكتوب انا كاتبه بلون معين والاجابة بلون معين، فهتلاقيه موجود. هنزل ملزمة علشان خاطر الطلبة ما تخافش من التاريخ وتبدأ تحب تحب التاريخ. ولكن التاريخ علشان نبقى صراحة مع بعض لازم مراجعة دورية، مراجعة دورية، ولازم تتعامل مع الأسئلة. لو انت عاوز تكتب اي سؤال صعب نزله تحت تحت الفيديو، واحنا ان شاء الله هنجاوبك عليه. ندخل في محمد علي ويبدأ يقول لي بما تفسر تلكؤ، شوف الكلمة، تلكؤ انجلترا من الخروج من مصر بعد رحيل الحملة الفرنسية عام 1801. طيب ممكن يجيب سؤال شكل تاني بس اجابة واحدة؟ لم تسرع انجلترا على الخروج من مصر عام 1801. انجلترا يعني اتأخرت شوية لما طلع، دي معنى كلمة تلكؤ يعني. ليه؟ اقول له كانت انجلترا تطمع في ان تبسط نفوذها على وادي النيل وبعض المواقع الهامة على شواطئ البحر المتوسط والبحر الاحمر. ليه انجلترا؟ علشان تؤمن طرق مواصلاتها للهند. لذلك بدأت تتقرب من المماليك وتدخل لدى السلطان العثماني لتمنع قتل زعماء المماليك عشان تاخد او تحصل على ود المماليك. ثانيا انجلترا مرة واحدة خرجت من مصر عشان عودة العلاقات بين فرنسا والدولة العثمانية، فخرجت طبقا لصلح اميان 1802 وانجلترا طلعت 1803. يبقى فعلا انجلترا تلكأت، اتأخرت لما طلعت من مصر عام 1803. طبعا الحملة الفرنسية مشيت 1801، هي مشيت 1803، يبقى تلكأت. السؤال اللي بعده، ما العلاقة بين الحملة الفرنسية وتولية محمد علي؟ مخك هيروح فين؟ هتروح للحملة الفرنسية؟ لا، السؤال دي موجود في محمد علي، السؤال ده موجود في محمد علي. ايه العلاقة بين الحملة الفرنسية ومحمد علي؟ هو محمد علي كان موجود ايام الحملة الفرنسية؟ لا، ولكن خلي عندك بعد نظر. ازاي؟ ان في سؤال عندك، ما عوامل ظهور قوة الشعب المصري؟ واحد، مقاومتهم للغزو الفرنسي. ماشي، انت لسه ما فهمتش السؤال. يبقى ايه العلاقة بين الحملة الفرنسية وتولية محمد علي؟ هقول له مقاومة الشعب المصري للحملة الفرنسية، مقاومة المصريين للحملة الفرنسية. رقم اثنين، اتساع خبرتهم. اتساع خبرة مين؟ المصريين، بالدخول في تجارب الحكم والسياسة مع الفرنسيين من خلال الدواوين اللي اشتركوا فيها، اتسعت خبرتهم وتعرفوا على العلوم والمعارف الجديدة، وأسهمت هذه الحوادث في ظهور شخصيات من العلماء ومن الأشراف ومن التجار، ساعدت في التخلص من مين؟ من المماليك، من الفرنسيين، من الإنجليز، وتولية محمد علي. طيب في نقطة تانية، فكرة الدواوين هل مش نبهت المصريين إلى فكرة المشاركة في الحكم؟ لذلك المصريين عاوزين يشاركوا في الحكم عن طريق اختيار مين؟ محمد علي، ساعة لما عملوا ثورة ضد مين؟ خورشيد. ماشي، السؤال اللي بعده، تعددت محاولات انجلترا لخلع محمد علي من حكم مصر. فعلا
فعلا انجلترا مش عاوزه محمد علي في حكم مصر، لم تطمئن لتوليه محمد علي، لذلك تحالفت مع المماليك، والمماليك عملوا ايه؟ قاموا بمهاجمه القاهره والجيزه، ولكن قوات محمد علي تصدت لهم وطردتهم من الصعيد. يبقى انجلترا تعددت محاولاتها، اول محاوله كانت محاوله سلميه. ازاي؟ ساعه لما اقنعت السلطان العثماني بنقل محمد علي الى ولايه سالونيك عام 1806 وتوليه محمد الالفي او احد المصريين او احد الاتراك بدلا منه. وفعلا السلطان العثماني صدر فرمان 1806 بنقل محمد علي لولايه سالونيك، ولكن توليه مين؟ موسى باشا. يبقى دي اول محاوله، ولكن الزعامه الشعبيه افسدت هذه المحاوله. ازاي؟ اقنعت السلطان العثماني بتثبيت محمد علي في حكم مصر. يبقى الزعامه الشعبيه لها فضل على محمد علي ان هي ثبتته في الحكم، ولها فضل في توليته لما اجتمعوا في دار المحكمه وقرروا عزل خورشيد وتوليه محمد علي. يبقى رقم اثنين بقول له اول محاوله محاوله سلميه. طيب لما السلطان العثماني ثبت محمد علي بدات العلاقات تتدهور بين انجلترا والسلطان العثماني بسبب انحياز السلطان العثماني لمين؟ لفرنسا. يبقى موقف انجلترا او تعددت محاولات انجلترا لخلع محمد علي، اول محاوله اقناع السلطان العثماني بنقل محمد علي ولايه سلميه. ثاني محاوله ارسال حمله فريزر 1807 لعزل محمد علي وتنصيب او توليه محمد الالفي واليا على مين؟ واليا على مصر. طيب السؤال اللي بعده، يائست انجلترا من خلع، دلل، يائست انجلترا من خلع محمد علي من حكم مصر بعد فشل الطرق السلميه؟ دي هتبقى صح وغلط، اقول له غلط. انجلترا يئست بعد لما عملت طرق سلميه، اقنعت السلطان العثماني بنقل محمد علي لولايه سالونيك، يئست؟ لم تيأس انجلترا، ولكن انجلترا ارسلت حمله مين؟ حمله فريزر. يبقى لم تيأس انجلترا في خلع محمد علي بعد فشل الطرق السلميه. ايه دليلك؟ ارسلت حمله مين؟ فريزر. ودي عسكريه طبعا. السؤال اللي بعده بيقول لي دلل، وسؤال كويس، استفاد محمد علي من ثمار نصر لم يحرزه عام 1807. عايزين نكتب السؤال ده. استفاد محمد علي من احراز نصر، انتصار، احراز نصر لم، او من ثمار نصر، استفاد محمد علي من ثمار نصر لم يحرزه عام 1807. استفاد من ثمار نصر، يعني خد ثمرة النصر، وهذا النصر لم يحرزه، لم يكن له فضل في هذا النصر. فعلا دور، ممكن سؤال تاني، دور المصريين في التصدي لحملة فريزر. طبعا المصريين كان لهم دور، قاوموا الحملة في رشيد والحماد بضراوة، حيث أسروا البعض وقتلوا البعض من الإنجليز. طيب ومحمد علي كان بيعمل ايه؟ كان يحارب المماليك في الصعيد، فوقع عبء المقاومة على الزعامة الشعبية وعلى المصريين. لذلك النصر العظيم، ثمرة النصر كانت لابد أن تكون للشعب المصري. الشعب المصري له الفضل الأكبر في فشل حملة فريزر وإسقاط حملة فريزر، أو فشل أو خروج حملة فريزر من مصر. الشعب المصري، محمد علي كان محارب المماليك فين؟ في الصعيد. يبقى أنا أتكلم على دور الشعب المصري. طيب محمد علي بدأ يزحف إلى اسكندرية وضرب حصار حول المدينة، فاضطر فريزر إلى الإيه؟ الاستسلام. فطلب الصلح من محمد علي، وافق محمد علي مع تبادل الأسرى وفشلت حملة فريزر. يبقى محمد علي حقق ثمرة انتصار لم يحرزه، لم يبذل فيه مجهود يعني. المهم بيقول لي دلل، إن السهم الذي صوبه محمد، صوبه خرشد إلى محمد علي ارتد إليه. تخيل السؤال ده قدامك في الامتحان، هتفكر في ازاي؟ إن السهم، السهم، شد السهم كده، ها؟ السهم اللي صوبه خرشد تجاه محمد علي ارتد إليه، ارتد إلى خرشد. فكر كده ازاي؟ هتفكر تحله ازاي؟ فكر ايه السهم؟ في ناس فكرت، في ناس شاطرة فكرت في فرق الدلاة، المجانين، المتهورين، اللي استدعاهم مين؟ خرشد. طلب خرشد من السلطان العثماني أن يرسل له فرق عسكرية لتدعيم سلطة الدولة، فأرسل له فرق الدلاة
المجانين المتهورين الذين أخذوا يعسون ينشرون الفساد والنهب في مصر. فرق الدولاء من أسباب ثورة الشعب المصري ضد خورشيد. يبقى خورشيد جاي فرقة الدولاء علشان يقوي نفسه بهم قصاد محمد علي قصاد الشعب المصري. طيب فرقة الدولاء كانت سبب من أسباب ثورة الشعب المصري ضد إيه؟ ضد خورشيد والتخلص من خورشيد ودولة محمد علي. يبقى فعلا السهم اللي صوبه خورشيد لمحمد علي ارتد إليه تاني. ليه؟ لأن فرقة الدولاء اللي استدعاها من السلطان العثماني كانت سببا من قيام الشعب المصري بثورة ضد مين؟ ضد خورشيد. يبقى الأسئلة ديت لو احنا تمرنا على الأسئلة دي، لو احنا شفنا الأسئلة ديت يعني انقيس أسئلة عليها زيها هتحل أي سؤال صعب. تلاعب بالألفاظ، ولكن لو ركزت فيه وتدربت عليه كذا مرة انك تتخلص من الأسئلة المباشرة هنحفظه، ولكن احنا عاوزين نكتب الأسئلة دي وإن شاء الله مكتوبة في الملزمة كلها بالصيغ المختلفة، لأن أنا مش جايب كل، أنا جايب الأسئلة المهمة بس، وطبعا هناك المهم والغير مهم كله موجود لو أنت عايز تذاكر بالتفصيل وتضمن درجة نهائية بإذن الله. السؤال اللي بعده بيقول لي بما تفسر ازدواجية التعليم والثقافة في القرن التاسع عشر؟ يلا نفكر فيه. ازدواجية الفكر أو التعليم والثقافة في القرن التاسع عشر فين دي؟ طب اروح للقرن 19 محمد علي. ايه يعني ايه فكره زوجيه التعليم والثقافه دي؟ المدارس التي انشاها محمد علي. شفت الفكره؟ ازدواجيه التعليم والثقافه فكرتها فين؟ المدارس اللي انشاها محمد علي. انشا محمد علي العديد من المدارس زي مدرسه المهندس خانه والطب والولاده والصيدله والبيطره والزراعه وغيرها لتخدم اهداف التنميه الاقتصاديه والعسكريه. طيب نبدا في الاجابه. بص التحق بهذه المدارس طلاب الأزهر والكتاتيب الذين حصلوا على قسم معين من التعليم. طيب طلاب الأزهر والكتاتيب تعليمهم ايه؟ في واحد بيقول لي ديني، برافو. طيب طب المدارس اللي انشاها محمد علي تعليمها ايه؟ مدني، تمام. الطب مدني، لكن طلاب الأزهر والكتاتيب ايه؟ ديني. يبقى ايه النتائج اللي ترتبت على التحاق طلاب الأزهر والكتاتيب بالمدارس اللي انشاها محمد علي؟ أوجد هذا التعليم نوع من الثقافة المدنية بدلا من الدينية. اثنين، ازدواجية الفكر والثقافة، وهي إحدى مشكلات الثقافة في مصر والتي ترجع جذورها إلى أيام الحملة الفرنسية. ازدواجية الفكر والثقافة عشان لما تجي لك في الاختياري بدأت إمتى؟ جذورها بدأت من إمتى؟ مش من أيام محمد علي، لا بدأت من أيام الحملة الفرنسية ولكن زادت في عصر محمد علي. يبقى ازدواجية الفكر، هو صعوبة السؤال ما جابش سيرة محمد علي، قال لك ايه؟ ازدواجية الفكر والثقافة في مصر في القرن التاسع عشر. يبقى لازم افكر في ايه؟ لازم افكر في التعليم في عصر محمد علي. القط كلمة من السؤال، ازدواجية التعليم، يبقى في مدارس عملها محمد علي والحق بهذه المدارس طلاب الازهر والكتاتيب، تمام. السؤال اللي بعده، ما العلاقة بين الحركة الوهابية في الحجاز ووضع المماليك في مصر؟ الطالب بيستصعب بيقول لك ايه؟ طب الحركة الوهابية في الحجاز هناك في السعودية في الجزيرة العربية، طب المماليك في مصر ايه علاقتهم ببعض؟ اربط كلمة ما العلاقة، يعني الرباط، فين الرباط اللي بتربط فيه الطرفين؟ هقول لك الرباط فين او العلاقة ازاي. طيب محمد علي بدأ يغري المماليك بترك الصعيد والإقامة في القاهرة حتى يكون تحت أنظار محمد علي، تمام. بس السلطان العثماني في يوم طلب من محمد علي التوجه إلى الحجاز للقضاء الحركة الوهابية اللي تنسب لمين؟ للشيخ محمد بن عبد الوهاب هناك في السعودية. طيب والحركة دي بتضر السلطان العثماني لأنها بتدعو الناس في الانفصال على السلطان العثماني، فالسلطان العثماني طلب من محمد علي إن هو يجهز جيشه ويروح يقضي على الحركة الوهابية، فمحمد علي خاف ممكن المماليك يستغلوا قلة جنود محمد علي في مصر، الجيش معظم الجيش طلع للحجاز عشان يقضي على الحركة الوهابية، والمماليك ينفردوا بالحكم ويعملوا ثورة ضد محمد علي في مصر. فمحمد علي عمل لهم ايه؟ دبر لهم مذبحة القلعة، دعاهم لحضور حفل بمناسبة خروج الجيش بقيادة ابنه طوسون لقضاء الحركة الوهابية، وبعد الانتهاء من مراسم الاحتفال حوصرت فرق المماليك وقتلوا جميعا
إلا القليل الذي استطاع الفرار منهم. يبقى فعلا في علاقة ما بين الحجاز أو الحركة الوهابية ووضع المماليك فين؟ في مصر. طيب بيقول لي سؤال برضك، ما العلاقة بين الحروب الوهابية والبحرية المصرية؟ هتفكر موجودة في البحرية مش موجودة في الحركة الوهابية. موجودة إيه؟ متى بدأت البحرية المصرية؟ متى بدأ محمد علي تمام بالبحرية المصرية أو بالأسطول؟ عام 1811. إمتى بالضبط؟ عندما شرع، يعني بدأ في الدخول في الحروب الوهابية. يبقى محمد علي عاوز ينقل جنوده إلى الحجاز. طب هينقلهم إزاي؟ عن طريق الإيه؟ السفن، عن طريق الأسطول. فبدأ ينشئ محمد علي ترسانة، مصنع سفن في بولاق ثم الإسكندرية عشان يصنع السفن الحربية ثم التجارية فيما بعد. محمد علي بدأ يعمل معسكر عشان يعلم البحارة من الجنود الأعمال البحرية، بدأ يعمل مستشفى ومدرسة على ظهر السفن الأوروبية لإعداد الضباط البحريين، بدأ يرسل بعثات إلى إنجلترا وإلى فرنسا علشان يتموا علومهم عمليا على ظهر السفن الحربية الأوروبية. السؤال اللي بعده، ماذا يحدث إذا استمرت الزعامة الشعبية على قوتها في أوائل القرن التاسع عشر؟ الزعامة الشعبية كان لها دور كبير في التخلص من خرشد وتولية محمد علي، وكان لها دور كبير في تثبيت محمد علي في حكم مصر، ولكن الزعامة الشعبية تعرضت للضعف. متى؟ عندما اقتسمت. الزعامة الشعبية انقسمت. يبقى لازم عشان اتدرب على سؤال ماذا يحدث إذا، لازم أعرف الأحداث ماشية إزاي. إيه اللي حصل؟ الزعامة الشعبية، هو بيقول لي ماذا يحدث إذا استمرت الزعامة الشعبية على قوات. هي الزعامة الشعبية استمرت على قواتها؟ لا، ضعفت. طب ضعفت ليه؟ أعرف ضعفت ليه؟ بسبب الانقسامات بين الزعامة الشعبية حول تقدير دور عمر مكرم. اختلفوا، في ناس قالوا عمر مكرم كويس، في ناس قالوا عمر مكرم ما عملش حاجة، انقسموا حول تقدير دور عمر مكرم ومكانته بين الناس اللي بتمتع بها بين الناس. وأخذ منافسي اللي بيكرهوا عمر مكرم يدسون، يعني يكيدون له عند محمد علي. فمحمد علي استغل الفرصة دي عشان يزود الانقسام بين مين؟ بين الزعامة الشعبية. لذلك محمد علي بدأ يتخذ بعض الإجراءات المتعلقة بالضرائب والملكية عشان يسيطر على مصر، وكان على عمر مكرم أن يوافق على هذه الإجراءات بمناسبة أنه هو نقيب الأشراف، ولكن عمر مكرم رفض التباحث مع محمد علي. محمد علي عمل ايه؟ قام بنفيه لدمياط، وعين مكانه مين؟ محمد السادات. محمد السادات مسك مكان مين؟ مكان عمر مكرم في نقابة الأشراف عام 1809. يبقى الزعامة الشعبية لو استمرت على قوتها، لو استمرت، لم يستطيع محمد علي نفي عمر مكرم لدمياط. لم يستطيع محمد علي أن يتخلص من الزعامة الشعبية وأن ينفرد بحكم مصر. لم يصبح حكم مصر لمحمد علي حكما خالصا. يبقى انت لو عرفت الاحداث ماشيه ازاي، هتبدا تعكس الاحداث، هتحل سؤال ماذا يحدث وانت مطمن وانت عندك ثقه. يبقى لازم اعرف ماذا يحدث اذا، يعني حاجه ما حصلتش. هي الزعامه الشعبيه استمرت على قوتها؟ لا. طب لو استمرت على قوتها ايه اللي هيحصل؟ هو دي الاجابه اللي هو عاوزها منك. يبقى لازم افكر الاول. احنا اتفقنا في اول الحلقه ان احنا اول نصيحه افهم، ولو مش فاهم اللي قدامي اسال الاستاذ ايه السؤال ده بيتكلم عن ايه. طب انا مش فاهم السؤال ده، طب ايه فكره السؤال ده، طب قول لي معلومه عامه عن السؤال ده كده، يعني احكي لي بالبلدي كده الزعامه الشعبيه ومحمد علي عمل فيهم ايه. فعلا لو فهمت التاريخ كقصه هتفهم، هيسهل عليك ماموريه ان انت تحفظ. ثالثا، لازم تطبق عملي. ازاي؟ لازم احل تدريبات. التدريبات بتوريك اسئله انت اول مره تسمعها. كل ما تحل كل ما يطلع لك اسئله. طيب السؤال اللي بعده، دلل، اشتركت بريطانيا مع السلطان العثماني لاسقاط نظام الاحتكار عام 1838؟ بريطانيا اللي هي انجلترا اشتركت مع السلطان. ايوه طبعا. قبل ما نتكلم على بريطانيا، الدول الأوروبية ضاقت من سياسة الاحتكار. لماذا؟ لأن نظام الاحتكار أعزائي الطلبة كان يقف حجر عسرة، حائق أمام الرواج يعني الازدهار التجاري في أوروبا، حيث أغلق محمد علي أسواق مصر
أمام البضائع الأوروبية في الوقت الذي كانت أوروبا تبحث فيه عن أسواق بعد قيام الثورة. أوروبا فيها إنتاج كتير، فعاوزة إيه؟ عاوزة أسواق. محمد علي أغلق أسواق مصر، لذلك الدول الأوروبية ضاقت من إيه؟ من سياسة الاحتكار أو نظام الاحتكار. فراحت بريطانيا إلى إنجلترا، عقدت معاهدة تجارية مع السلطان العثماني، عرفت بمعاهدة بلط ليمان في أغسطس 1838. لماذا سميت ببلط ليمان نسبة إلى المكان الذي عقدت فيه تركيا؟ طب اتفقوا عليه بريطانيا والسلطان ضرورة إلغاء نظام الاحتكار الذي اتبعه محمد علي في مصر على أن يبدأ التنفيذ في 1839. ادوله مهلة ينفذ يلغي فيها الاحتكار. طبعا محمد علي رفض حتى يحافظ على الانتاج الداخلي لمصر. محمد علي أراد أن الإبقاء على قدرته التسويقية في الخارج، فرفض بلط ليمان، بس غصب عن محمد علي اضطر إلى تنفيذها في تسوية لندن في معارضة لندن عام 1840. صح أم خطأ استمرت مشروعات التنمية عقب معاهدة لندن عام 1840؟ مشروعات التنمية استمرت بعد معاهدة لندن؟ طبعا لا. السؤال ده مكتوب عندك في آخر الفصل اللي هو ما خصاص الفترة الانتقالية في الفترة من 1841 حتى تولي إسماعيل. إيه خصاص الفترة دي؟ الفترة دي كان فيها توقف أو تجمد التنمية الذاتية للمجتمع المصري. ظهر لنا سؤال جديد، تجمد أو توقف التنمية الذاتية للمجتمع المصري بعد عام 1841؟ ليه؟ هقول له توقفت مشروعات التنمية التي تمت في عصر الاحتكار. ما فيش تنمية زراعة ولا صناعة ولا تجارة ولا اهتمام بأي حاجة خالص، يبقى توقف مشروعات التنمية. فتحت البلاد أو فتحت أسواق البلاد أمام الاستثمارات الأجنبية. الأسواق مصر انفتحت أمام البضائع الأوروبية وخاصة البريطانية، ودخول رأس المال الأجنبي في المشروعات أو الاستثمارات المختلفة، لذلك توقف أو تجمد التنمية الذاتية. يبقى استمرت مشروعات التنمية بعد معاهدة لندن؟ طبعا لا، ما استمرتش. طيب سؤال تاني، كيف ارتفع نجم مصر عربيا وإسلاميا من خلال حروبها في شبه الجزيرة العربية؟ كيف ارتفع؟ طبعا انت هتنخض اول ما تسمع كلمة نجم مصر عربيا وإسلاميا. ارتفع نجم مصر عربيا وإسلاميا، طب ايه اللي فيها دي؟ طيب انت مش فاهم عربيا ولا إسلاميا، طب انت مش تعرف تاخد كلمة اللي هي شبه الجزيرة العربية؟ ايه اللي حصل فيها؟ وتقول اللي حصل فيها ايه؟ هي دي الإجابة، ما تحتارش. ازاي؟ اهو كيف ارتفع نجم مصر عربيا؟ ازاي اصبح لنا؟ طب ممكن يقول لك سؤال تاني، وطدت حروب شبه الجزيرة العربية مركز محمد علي في مصر. تمام، ما النتائج؟ سؤال انت متعود عليه، ما النتائج المترتبة على الحروب الوهابية او حروب شبه الجزيرة العربية 1811؟ ايه النتائج اللي ترتبت عليها؟ اول حاجة توطيد مركز محمد علي في مصر، حيث ارتفع قدره من مجرد حاكم تابع لحاكم مستقل. السلطان ادى محمد علي امتيازات واداله توسعات في الجزيرة العربية تحت اشراف السلطان، فمحمد علي بدأ يثبت مركزه في مصر. تاني حاجة، اصبح لمصر وجود سياسي وعسكري فين؟ في شبه الجزيرة العربية. اصبح لمصر وجود سياسي وعسكري في شبه الجزيرة العربية، حيث اسند اليه السلطان العثماني مشيخة الحرم المكي. اسلاميا مشيخة الحرم المكي. طب وعربيا وابنه ابراهيم ولايه جده. طب عربيا اتسع النفوذ المصري ليضم الحجاز، نجد، عسير، جزء من اليمن، جزء من الخليج العربي. طيب رقم أربعة، بيقول لي الوجود المصري في شبه الجزيره العربيه له دور مؤثر في تكوين الرابطه العربيه في مواجهه الرابطه العثمانيه. طيب في نقطه مهمه جدا لابد انك تفهمها، في حاجة اسمها رابطة عربية ورابطة عثمانية. الرابطة العربية ديت أو الوحدة العربية اللي بيسعى عليها محمد علي يعملها. محمد علي عايز يكون ملك على العرب، دي رابطة عربية. يعمل رابطة عربية من العرب. ياخد مصر وياخد السودان وياخد شبه الجزيرة العربية وياخد الحجاز ويعمل رابطة عربية يواجه بها السلطان العثماني. يبقى أنت ممكن دخلك في متاهات في الامتحان يقول لك محمد علي بما تفسر لم يستطيع محمد علي تحقيق الرابطة العربية أو تكوين الرابطة العربية.
هنتكلم على السؤال دي بعدين. السؤال اللي بعده بيقول لي دلل كان فتح محمد علي للسودان، فكره ضم محمد علي للسودان تتعلق بفكره المجال الحيوي لمصر والامتداد الطبيعي. طيب السؤال دي ورد في امتحانين في 2007 ثانويه عامه و2012 ثانويه عامه. كان فتح محمد علي للسودان عام 1820 يتعلق بفكره المجال الحيوي. طيب كلمه مجال حيوي او امتداد طبيعي، يعني السودان محمد علي بيعتبرها مجال حيوي، حياه لمصر، امتداد طبيعي لمصر، بيعتبرها جزء من الاراضي المصريه. طيب وفعلا محمد علي فكر في السودان عشان السودان بالنسبه له مجال حيوي، يعني مهمه بالنسبه له عشان في الرابطه العربيه. طيب ليه يا محمد علي مهتم بالسودان؟ ممكن اسالك سؤال تاني؟ ممكن، ودي كله موجود في الـ في الـ في الملزمه ان شاء الله، معموله نظام باور بوينت، السؤال والاجابه بتاعته يعني حاجه كويسه خالص، ودي طبعا يعني حرصا من القناه وحرصا مننا احنا كلنا على ابنائنا الطلبه علشان يتغلبوا على مشكله التاريخ وعلشان ربنا يكرمهم ويجيبوا مجموع كويس. المهم بيقول لي اول حاجه ما اهداف محمد علي من السودان؟ قال لي رقم واحد متابعة المماليك الهاربين من مذبحة القلعة إلى دنقلة أو دنقلة في السودان. رقم اثنين اكتشاف مناجم الذهب والماس كمقاوم للطبيعي للسلع وكده. رقم ثلاثة تنمية التجارة وتجنيد السودانيين في الجيش المصري. السؤال اللي بعده دلل حقق الجيش المصري انتصارات عظيمة في الشام عام 1832. الجيش المصري عمل انتصارات في بلاد الشام. طبعا محمد علي راح بلاد الشام غصب عن السلطان العثماني. تعرف ليه؟ علشان السلطان العثماني مش عوضه عن خسارته في اليونان. محمد علي خسر اسطوله في اليونان والسلطان العثماني قال له روح اليونان مقابل توليه الشام. فلما محمد علي عمل صلح مع الدول الاوروبيه، معاهده مع الدول الاوروبيه لانهاء الحرب بدون علم السلطان، فالسلطان مش اداله الشام، اداله جزيره ايه؟ كريت. ولكن محمد علي لم يقتنع بكريت عشان جزيره كريت بعيده، بعد جزيره كريت، ثانيا اهل كريت اهل تمرد. اهل ايه؟ تمرد. لذلك محمد علي عاوز ياخد الشام. ثالثا كريت اساسا مش هتنفع محمد علي في ايه؟ في الرابطه العربيه. بعيده، محمد علي عايز يكون ملك على العرب. فغصبا عن السلطان هياخد الشام. بدأ الجيش المصري يطلع إلى الشام وياخد عكا ويبدأ يستولي على دمشق ويستولي على حمص وبدأ يعبر الحدود الشمالية لسوريا. يبقى أنت لو عبرت الحدود الشمالية لسوريا هتدخل في الأراضي التركية في الأناضول. واستولى محمد علي على أدنى، مفتاح الزحف في الأناضول في تركيا. مفتاح الأناضول هي أدنى. وأصبح محمد علي في طريقه الى الاستانه. يبقى محمد الجيش المصري بدا يحقق انتصارات في بلاد الشام، خد عكا، خد حمص، خد دمشق، عبر الحدود الشماليه لسوريا، خد ادنى في الاناضول في تركيا. يبقى فعلا الجيش المصري حقق انتصارات في بلاد الشام والاناضول. طيب ما العلاقه بين ترك النشاط الاقتصادي حرا للافراد والدواوين في مصر؟ سؤال مهم. سؤال مهم، ما العلاقة بين ترك النشاط الاقتصادي حرا للأفراد والدواوين في مصر؟ لازم نسجل الأسئلة دي عشان مش أتفاجأ بها في الامتحان. احنا جمعت أسئلة كتير ولسه إن شاء الله في حلقات تانية هنجمع ونتعامل إزاي مع ورقة الامتحان ونحل وننزل برضك إن شاء الله تبع جريدة الوفد مجلة فيها 20 أو 30 بوكلت شاملين المنهج فيهم الأسئلة طبقا لمواصفات امتحانات 2019 ان شاء الله. هننزل في جريده الوفد نظام بوكلت 20 بوكلت مراجعه، هنبدا المجله بمراجعه على كل فصل، بعد كده هنعمل 20 بوكلت شاملين على المنهج كله. لو طالب حل ال 20 بوكلت، كل بوكلت فيه 40 سؤال، طبعا هيتغلب على كل اجزاء المنهج واسئله اول مره الطالب يشوفها، فيشوف رد فعله هيتعامل معاها ولا لا. ان شاء الله تابعونا واحنا اول باول كده واحنا هننزل الحاجات دي. المهم ما العلاقه بين ترك النشاط الاقتصادي حرا؟ طيب عاوز تحل الجمل دي؟ بص على كل كلمه
في مذكرة الأستاذ أو في كتاب المدرسة. لازم كتاب المدرسة مرجع ليك، لازم تقارن بين كتاب المدرسة والملزمة عشان ما تسيبش كلمة. طب كلمة النشاط الاقتصادي الحر الموجودة فين؟ في النظام السياسي في عصر عباس وسعيد خلفاء محمد علي. النظام السياسي اللي هو السلطة التشريعية والتنفيذية في عصر خلفاء محمد علي، عباس وسعيد. كل اللي حصل في عصر عباس وسعيد استمر الحكم المطلق الفردي زي محمد علي بالظبط، ولكن خفض عدد الدواوين من 7 لـ4 دواوين تختص بأمور السيادية، بأمور عليا زي مثلا ديوان الداخلية، دي أمور سيادية، الخارجية، المالية، الحربية، كلها أمور سيادية. يبقى استمر الحكم المطلق الفردي وأهملوا مجلس المشورة وخفض عدد الدواوين من 7 لـ4 تختص بأمور سيادية. امتى؟ بعد أن ترك النشاط الاقتصادي الحر. انت عارف امتى بالظبط؟ بعد معاهدة لندن. بعد معاهدة ايه؟ لندن، بسبب الانكماش. يعني انت احنا كان عندنا 7 دواوين اصبح عندنا ايه؟ 4. يبقى في انكماش سياسي واقتصادي فرض على مصر بعد معاهدة لندن عام 1940. يبقى دي السلطة التشريعية والتنفيذية في عصر مين؟ في عصر سعيد. انت حافظها كويس بس مش بتتعامل مع السؤال اللي بيقول ما العلاقة بين ترك النشاط الاقتصادي الحر للأفراد والدواوين. يبقى ايه اللي حصل للدواوين؟ اتخفضت الدواوين، قلت الدواوين. السؤال اللي بعده، ما العلاقة بين حروب محمد علي في الشام والاقتصاد المصري؟ أسئلة لو اتجمعت الأسئلة ديت انت هتتغلب على أسئلة أصعب منها. دي مرحلة تمهيدية. ما العلاقة بين حروب محمد علي في الشام والاقتصاد المصري؟ قال لي طيب انا لو سبتك شوية تفكر في السؤال ده فين اجابته؟ طيب محمد علي راح الشام وخد عكا وخد دمشق وخد حمص وخد طيب وحارب ولي عكا والناس دي، طيب فين هي؟ اصلاحات محمد علي في الشام، اصلاحات محمد علي في الشام. ممكن اسالك في الامتحان اصلاحات محمد، اصلاحات مصر الحضاريه في بلاد الشام، وضع كان لمصر اصلاحات حضاريه في بلاد الشام، ما اصلاحات محمد علي في بلاد الشام؟ قارن بين اصلاحات محمد علي في السودان واصلاحات محمد علي في الشام. طيب جابها النهارده، ما العلاقه بين حروب محمد علي في الشام والاقتصاد المصري؟ اول حاجه عملها محمد علي في بلاد الشام فرض النظام وتوطيد الامن واقرار سلطه الحكومه المركزيه في مصر، اقر سلطه الحكومه المركزيه على بلاد الشام. ثالث حاجه تجنيد الاجباري او فرض التجنيد. رابع حاجه تنميه التجاره والزراعه. الله، هيأثر الكلام ده على الاقتصاد المصري؟ طبعا هيأثر على الاقتصاد المصري. انت ما تاخد بلاد الشام وتنمي التجاره والزراعه بين مصر والشام، يبقى هيتأثر الاقتصاد الايه؟ هيتأثر الاقتصاد المصري. طيب ما العلاقه بين توسعات اسماعيل حتى الحبشه في حتى الحبشه لما وصل الحبشه وتداخل اجنبي في مصر؟ طب نبدا السؤال من اوله، كيف اعاد اسماعيل الى اذهان اوروبا محمد عصر محمد علي؟ اسماعيل دخل في سلسله من مشروعات التنميه والتوسع، اعادت الى اذهان اوروبا عصر محمد علي من حيث بروز قوه مصر مره اخرى. عمل اسماعيل على مد نفوذ مصر الى الجنوب والجنوب الشرقي لساحل البحر الاحمر. اسماعيل في وجه شبه بينه وبين جده محمد علي، في وجه شبه. محمد علي عايز يعمل رابطه عربيه، وده عايز يعمل رابطه برضه، ده عايز يعمل امبراطوريه، ده عايز يعمل امبراطوريه، دي توسع، دي توسع، دي عمل مشروعات تنميه، ده عمل مشروعات تنميه. في شبه بين محمد علي وحفيده اسماعيل. طيب اسماعيل بدا يتوسع، لذلك توسعاته ديت ادت الى دخوله في حرب مع الحبشه. انتهت حرب الحبشه بهزيمه اسماعيل وخسارته كام؟ 3 مليون جنيه. طيب هل الدول الاوروبيه هتسيب اسماعيل في حاله؟ لا طبعا، الدول الاوروبيه لها مستعمرات في افريقيا. اسماعيل اصبح مصدر خطر على هذه الايه؟ على هذه المستعمرات الاوروبيه. لذلك الدول الاوروبيه تدخلت في شؤون مصر. بحجه ايه؟ بحجه سداد الديون. طالبت اسماعيل بسداد الديون، لم يكن من باب المصادفه ان الدول الاوروبيه تطالب اسماعيل بسداد الديون عام 1175، مش بالصدفه. هذا العام الذي شهد توسع اسماعيل في افريقيا وتهديده للنفوذ الاوروبي، بدات الازمه الماليه تاخذ مسارها الطبيعي
لازمه الماليه، بداوا يدخلوا في شو في الفصل الثالث بعثه كيف وميسوفيه 1875 في نفس العام الذي توسع اسماعيل في افريقيا، هو نفس العام الذي تدخلت فيه الدول الاوروبيه في شؤون مصر. هي دي موقف الدول الاوروبيه من توسعات اسماعيل، زي بالظبط لما نشوف موقف الدول الاوروبيه من توسعات محمد علي. انجلترا عملت معاهده بلط الايمان، راحت حرضت السلطان العثماني على محاربه محمد علي في الحبشه، دارت معركه نزيب. معاهده لندن عملتها انجلترا مع الدول الاوروبيه مع السلطان العثماني، ما عدا فرنسا ما حضرتش معاهده لندن بسبب العداء التقليدي بين انجلترا وفرنسا. لذلك يعني نهايه محمد علي تشبه نهايه اسماعيل، يشبهوا بعض. محمد علي انتهت نهايته بمعاهده لندن، وطبعا فرمان 41 كمل عليه. اسماعيل بدات الدول الاوروبيه تطالبه بسداد الديون لاعاقه نمو مصر ومنع ظهور محمد علي اخر. السؤال اللي بعده، بما تفسر اخفاق محمد علي في تكوين الرابطه العربيه؟ لسه قايلينها من شويه، محمد علي فشل في تكوين الرابطه العربيه. هو عمل الرابطه العربيه بس ما استمرتش، هو خد مصر والسودان والشام والجزيره العربيه ولكن ما استمرتش الحال، يبقى اخفاق يعني فشل. محمد علي فشل في تكوين الرابطه العربيه، لماذا؟ طبعا في كذا نقطه بتجاوب السؤال دي. اولا معاهده بلط الايمان، طب ايه علاقه بلط الايمان انهيار الاحتكار؟ طب واحد بيقول لي ايه علاقه الاحتكار بالموضوع؟ لما ينهار الاحتكار يبقى محمد علي انضرب ايه؟ اقتصاديا. طب لما ينضرب اقتصاديا يبقى انضرب عسكريا. يبقى معاهده بلط الايمان لغت الاحتكار، يبقى عقد انجلترا معاهده بلط الايمان مع السلطان العثماني، انجلترا لها مغزى في ذلك. ان هي عاوزه تضرب محمد علي اقتصاديا. ثانيا روسيا عقدت معاهده او اتفاقيه مع السلطان الايه؟ العثماني. انجلترا عقدت معاهده مع السلطان، روسيا عقدت اتفاقيه مع السلطان العثماني طبعا بسبب توسعات محمد علي وما تمثله من خطوره وتهديد للنفوذ الاوروبي. الدول الاوروبيه خافت، لذلك السلطان بدا يرتب اوضاعه ويستعيد عسكريا لاخراج محمد علي من بلاد الشام من سوريا. فلذلك الدوله العثمانيه او تركيا عقدت اتفاقيه سريه مع روسيا دي برضك ضد محمد علي وسبب في اخفاق الرابطه العربيه. عقد روسيا والدوله العثمانيه اتفاقيه سريه تعهدت كل منهما بمساعده كل منهما الاخر امام الخطر الخارجي والداخلي. طيب من ضمن برضك تحريض انجلترا للسلطان العثماني ضد محمد علي، اخطر نقطه اخفقت محمد علي معاهده لندن. لماذا؟ لانها ادت الى ضعف وانهيار مصر سياسيا واقتصاديا وعسكريا. معاهده ايه؟ لندن عام 1840. السؤال اللي بعده، كان تطلع محمد علي لضم الشام اسبق من حروبه في الجزيره العربيه والسودان، صح ام خطا؟ صح. حروب محمد علي في الشام تسبق فكره ضم السودان والجزيره العربيه. طيب لماذا؟ محمد علي كان يفكر في بلاد الشام منذ عام 1810. واحد عام 1810 فكر محمد علي في ايه؟ في ضم الشام عن طريق تنازل، عن طريق مخاطبة السلطان العثماني لكي يتنازل له عن الشام مقابل مبلغ من المال. عودته الفكرة مرة أخرى أثناء الحروب الوهابية، عندما طلب من السلطان العثماني أن يعهد إليه بضم الشام بدعوة يعني بحجة أهميتها في إخضاع الوهابيين، ولكن السلطان العثماني إيه؟ رفض. عودته الفكرة أو أصبحت الفكرة أكثر إلحاحا على محمد علي بعد استيلائه على السودان ووجوده في الجزيرة العربية. طلب محمد علي من السلطان العثماني أن يعهد إليه بولاية الشام تعويضا لخسارته في اليونان، ولكن السلطان العثماني أعطاه جزيرة كريت، فمحمد علي رفض كريت بسبب بعدها وطبع لها التمرد. طيب بلاد الشام تقوى أو تقوي الرابطة العربية أو الجبهة العربية في مواجهة الجبهة العثمانية، لأن الشام تمثل المجال الحيوي لمصر من ناحية الشمال الشرقي. السؤال اللي بعده، دلل تغيرت التركيبة السكانية لمصر في عهد محمد علي. سؤال جميل، تغيرت التركيبة السكانية لمصر أو للمجتمع المصري في عهد محمد علي؟ أول مرة تسمع كلمة التركيبة السكانية في التاريخ. طيب مخه هيروح فين؟ هيروح إلى أثر تطبيق الاحتكار على تشكيل المجتمع.
تشكيل المجتمع. تطبيق الاحتكار أدى إلى اختفاء أو اندثار طبقات اجتماعية وظهور طبقات اجتماعية أخرى. يبقى شكل تركيبة السكان اتغيرت، كان في مماليك اختفوا، كان في علماء وقيادات شعبية اختفوا، كان في تجار اختفوا. طيب ظهرت طبقة تانية، مين؟ الأعيان، ملاك الأراضي، ظهرت البدو، ظهر عمال الصناعة في مصانع الدولة الكبرى مع استمرار طوائف الحرف. يبقى دي أثر تطبيق الاحتكار على تشكيل المجتمع، في طبقات اختفت وفي طبقات ظهرت، في طبقات اندثرت في طبقات ظهرت. يبقى فعلا تغيرت تركيبة مصر السكانية في عهد محمد علي. السؤال اللي بعده بيقول لي: ما رأيك في إجبار محمد علي شيوخ الحارات بجامع الصبية للعمل في مصانع الدولة؟ دي ورد في امتحان ثانوية عامة 2015. هذه سياسة حكيمة من محمد علي. لماذا؟ لأن محمد علي بإجباره لمشايخ الحارات على جامع الصبية اللي هم الأطفال اللي مش بيشتغلوا، خدهم محمد علي وحمل مجتمع منهم وشغلهم وعلمهم الصناعة في المصانع الدولة الكبرى وشكل منهم طبقة جديدة، طبقة عمال الصناعة، طبعا هيزيد الإنتاج الصناعي، ثانيا هيقضي على البطالة، هيقضي على الانحراف. هذه سياسة حكيمة من محمد علي، لأن بهذا العمل يزدهر أو يحدث رواج لمين؟ للزراعة، أو أقصد الصناعة. يبقى ما رأيك، هذه سياسة حكيمة من محمد علي. زي ما بقول لك، ما رأيك فيما فعله محمد علي في مذبحة القلعة؟ إيه رأيك في العمل محمد علي في مذبحة القلعة؟ طالب بيقول هذه سياسة حكيمة، لأنه لو خرج إلى الحجاز للقضاء الحركة الوهابية سوف ينتهز المماليك الفرصة وينفرد بحكم مصر، ولكنه عمل كذا وكذا وكذا. واحد تاني يقول هذه خيانة من محمد علي، لا يجب على محمد علي أن يقتل المماليك، هذه خيانة، كان يجب على محمد علي أن يكسب ود المماليك أو عطف الإيه؟ أو عطف المماليك. الأسئلة العادية اللي هي المباشرة موجودة إن شاء الله في الملزمة، احنا سبناها عشان انت تاخدها نظام نظام سينو جيم. ندخل في الفصل الثالث اللي هو بيتكلم على مصر منذ الثوره العربيه حتى الحرب العالميه الاولى. يعني بتبدا الفصل ده، بيبدا الفتره من 1881 حتى 1914. طيب بيبدا الفصل ده بيتكلم عن النص الاول بتاع الفصل، بيتكلم عن الازمه الماليه اللي سبب فيها اسماعيل واللي بداها سعيد. مين اللي بدا الديون؟ سعيد، عشان الاختياري. طيب زادت الديون اكتر في عصر مين؟ اسماعيل. لماذا؟ هنقول دلوقتي، بسبب ان سياسة الاقتراض، الحكومة التي اتبعتها في اصدار الفرمانات. اسماعيل عشان السلطان يصدر له 4 فرمانات، عزم السلطان العثماني عبد العزيز وداله هدايا ملأت سفينة، ودى الصدر الاعظم 60,000 جنيه، ورفع قيمة الجزية من 400,000 ل 750,000. يبقى ايه اسباب الازمة المالية في عصر اسماعيل؟ بيبدأ بها الفصل. أسباب الأزمة المالية الحقيقية، قال لي: واحد، الأموال التي اقترضتها الحكومة للصرف على استصدار الفرمانات لتحقيق الاستقلال عن الدولة العثمانية، إدخال مظاهر الحضارة الحديثة لمصر. إسماعيل عاوز مصر تبقى زي أوروبا، فدي كلفه كتير. رقم ثلاثة، إسماعيل توسعاته في أفريقيا وتجديد النفوذ الأوروبي، خسر مع الحبشة 3 مليون جنيه. إسماعيل برضك عمل مشروع قناة السويس وحفل افتتاح القناة للملاحة، دي برضو تكلفه كتير لما عزم ملوك أوروبا. دي أسباب الأزمة المالية. بس اوعى تنسى، لم تكن الديون هي ايه؟ ها، السبب الحقيقي لتدخل الدول الأوروبية في شؤون مصر. سؤال تاني، كانت الديون ستارا. طب سؤال ثالث، كانت الديون لافتة أخفت وراءها الدول الأوروبية أطماعها الاستعمارية. أيوة، واحد بيقول السبب الحقيقي ايه؟ مشروع قناة السويس. طب السبب الحقيقي الثاني ايه؟ توسعات اسماعيل في افريقيا وتهديد النفوذ الاوروبي. طب ايه دليلك؟ انه في نفس العام الذي توسع اسماعيل في افريقيا هو نفس العام الذي تدخلت فيه الدول الاوروبيه في شؤون مصر، وهو عام كام؟ 1875، بحجه البحث عن كيفيه تسديد الديون. المهم، بدات الدول الاوروبيه مسلسل التدخل في شؤون مصر، مسلسل الازمه الماليه. بدات بعثه كيف وميسيو فيه، صندوق الدين، مجلس اعلى للماليه، مراقبه ثنائيه، لجنه تحقيق اللي هي لجنه التحقيق العليا.
يبقى دي مظاهر التدخل الاجنبي في شؤون ايه؟ في شؤون مصر. انتهى الامر بايه؟ انتهى الامر بعزل اسماعيل، والسلطان العثماني صدر فرمان اغسطس عام 1879. طيب انا عاوزك تعمل واجب النهارده، هتجيب كشكول او كشكولك اللي انت متعود عليه وتجمع لي فيه كل فرمانات المنهج. يلا ما نقولهم. هتبدا فرمان 1841 اللي السلطان صدره على محمد علي، فرمان 1866 بيسموه فرمان الوراثه بتاع اسماعيل وعدد الجيش يزيد عن 30,000 جندي، فرمان 1867 اللي هو فرمان الخديوي حصل اسماعيل على لقب خديوي، فرمان 1872 الاستدانه بدون الرجوع للسلطان، الفرمان الشامل 1873. النهارده اخر فرمان في المنهج فرمان اغسطس عام 1879. طيب هذا الفرمان السلطان العثماني اصدره علشان يقيد المزايا الخديويه التي سبق اقرارها لاسماعيل. فصدر الفرمان بنص على ايه؟ ضروره ابلاغ الباب العالي اللي هو السلطان العثماني بنصوص المعاهدات التي تنوي مصر توقيعها. الا يزيد عدد الجيش في وقت السلم عن 18,000 جندي بدل من 30. ما يزيدش عن 18. حظر عقد قروض ماليه جديده الا اذا كان الغرض منها تسويه الديون القائمه وبالاتفاق مع الدائنين. ايه اخبار انجلترا وفرنسا؟ لم ترحب بهذا الفرمان. طلبتا عدم سحب الامتيازات الخديويه. لماذا؟ حتى لا يزداد طغيان السلطان العثماني في مصر فيعطل مشروعاتها او مصالحها. ليه؟ لان توفيق تبعهم هيمشي على هوا انجلترا وفرنسا. اسماعيل اتشال، توفيق اتعين بعده. لازم توفيق يتعلم الدرس كويس ويرضي انجلترا وفرنسا. يجي يقول لك ايه؟ هل رحبت انجلترا وفرنسا بوزاره شريف؟ عندنا وزاره اسمها وزاره ايه؟ محمد شريف باشا. الراجل بيتمسك بالدستور، الراجل بيتمسك بمجلس نواب. لم تطمئن انجلترا وفرنسا لوزاره شريف، لماذا؟ لان بتمسك بالدستور بتمسك بمجلس النواب. وان وجود حياه نيابيه في مصر تعطل مصالح الايه؟ الدائنين. السؤال اللي بعده بيقول لي اتسعت دائرة الحزب الوطني في عهد محمد فريد. اتسعت دائرة الحزب الوطني في عهد محمد فريد. احنا ان شاء الله في اللقاءات الجاية هنكمل الأسئلة اللافة والأسئلة اللي أنت عمرك ما سمعتها خالص. هو دي الغرض من الحلقة دي. إن احنا نجيب من أول الفصل الأول لعند الفصل الرابع، احنا هنكتفي لعند الفصل الثالث جزء منه في الأول بالأسئلة دي، وبعد كده هنكمل في اللقاء الثاني. اتسع دائرة الحزب الوطني في عهد محمد فريد، يبقى لابد انك تروح لمحمد فريد. ايه عمل محمد فريد؟ عمل على توسيع دائرة الحزب الوطني بحيث لا تقتصر على المثقفين من ابناء المدن، وضم اليه النقابات العمالية. اثنين، اسهم محمد فريد في تأسيس النقابات العمالية صناع او نقابات صناع اليدوية البسيطة 1909. محمد فريد اسهم في تكوين نقابة الصنائع اليدوية. رقم ثلاثة، عمل على تثقيف عامة الشعب من خلال مدارس ليلية. طيب بيقول لي هنا كان رياض باشا خير أداة للدول الدائنة. رياض باشا خير أداة، طب أنت مخك هيروح فين؟ إن رياض باشا مين اللي استدعاه؟ الخديوي توفيق. رياض باشا أول ما رجع أول حاجة عملها أو النتائج اللي ترتبت على ذلك أثار سخط الشعب المصري. لماذا؟ لأنه جعل من حق الرقيبين حضور جلسات مجلس الوزراء، ومش كده وبس، ترتب على توليته بيع حصة مصر في أرباح قناة السويس. قدرها كام؟ 15% لاتحاد الماليين في باريس عام 1880، وفاء لتسديد الديون بعد لما إسماعيل باع الأسهم وأصبحت مصر لا تمتلك شيئا في القناة. رقم 2، إلغاء قانون المقابلة عام 1880، قانون المقابلة الذي كان يمكن الحكومة من جمع أكبر قدر من الأموال. رقم 3، تكوين هيئة دولية أو لجنة دولية عرفت بلجنة التصفية، والتي ضمت معظم الدول التي لها ديون، هي ألمانيا وإيطاليا والنمسا. وطبعا أصدرت هذه اللجنة قانون الإيه؟ قانون التصفية. طيب بيقول لي بعد كده بما تفسر حدوث أزمة سياسية بين عباس حلم الثاني والإنجليز في بداية حكمه؟ هسأل سؤال تاني نفس الصيغة. حدوث أزمة سياسية أو سياسية بين عباس حلم الثاني والإنجليز، أو هل خضع عباس حلم الثاني ابن الخديوي توفيق خضوعا تاما لسلطات الاحتلال؟ خطأ.
عباس حلمي الثاني أراد أن يمارس سلطاته بعيدة عن توجيهات المعتمد البريطاني اللورد كرومر، فأوقعه ذلك في عدة أزمات. أول حاجة عملها عزل مصطفى فهمي من رئاسة الوزراء، وكان معروف بميوله لإنجلترا، وكلف وزارة حسين فخري بتشكيل الوزارة. ثالثا ضاق اللورد كرومر من ذلك وأخبر الحكومة في لندن، فهددت عباس حلمي، ولكن توصلت لحل يحفظ الخديوي كرامته، وهو الإيعاز إلى حسين فخري بتقديم الاستقالة، وتألفت وزارة برئاسة مين؟ برئاسة شريف، برئاسة رياض، سوري رياض باشا. السؤال اللي بعده، في حادثتين مهمين جدا في الفصل ده ومؤتمر مهم. الحادثتين حادثة فاشودة وحادثة دنشواي عام 1906، ونتائج كل منهما على مين؟ على مصطفى كامل وعلى الحركة الوطنية. حادثة فاشودة، طبعا فاشودة ديت كانت منطقة قرب التقاء الصباط بالنيل الأبيض هناك في غرب السودان. المنطقة ديت كانت منطقة تنازع ما بين انجلترا وفرنسا. اولا الجيش المصري لما طلع من السودان 1884، بدأت الدول الأوروبية انجلترا وفرنسا وإيطاليا تتنازع لتقسيم الإمبراطورية المصرية. انجلترا خدت أوغندا وخدت الجزء الجنوبي من مدينة خط الاستواء، إيطاليا خدت إريتريا وخدت جارديفوي اللي هو الرأس الأخضر، وفرنسا خدت جيبوتي، خدت جيبوتي وتاجورا، وطبعا باقي فاشودة. ففرنسا أرسلت حملة عسكرية لفاشودة، ليه؟ لماذا؟ حتى تصد توغل تيار الاستعمار الإنجليزي في قلب أفريقيا. وطبعا حدثت أو كادت تحدث حرب مسلحة بين انجلترا وفرنسا، ولكن فرنسا انسحبت من فاشودة نتيجة لعلاقات دبلوماسية بين الايه؟ بين البلدين. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، بهذا السؤال نختم حلقتنا النهاردة في مراجعة الفصول من الأول لعند الرابع، على أمل اللقاء في اللقاءات الجاية إن شاء الله مع قناة الوفد التعليمية ومع حضراتكم الأستاذ حسام عبد العزيز أستاذ التاريخ.